أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Image Caption Generator، القيام بإنشاء تفسيرات والشروحات الخاصة بالصور. فكما أسلفنا وقلنا في نهاية الدرس الماضي أن علينا القيام بتحديد الانبوت مع الاوتبوت والتي هي مزيج وميكسشر من فيتشرز نقوم بجلبها للتعبير عن هذه الصور من موديل خاص بالـ CNN والذي هو في مثالنا Exception، ونقوم بربطه مع الكابشنز المتعلقة بهذه الصور نسبة إلى هذه الكلمات وهذه السيكونس، وبالتالي نحصل على هذا الخارج بهذا الشكل. فمثلا في البداية لدينا هذه الفيتشرز مع الستار من الكابشن فحصلنا على جيرافز، وبعدها حصلنا من الفيتشرز وستارت وجيرافز هذه السيكونس حصلنا بالتالي على ستاندي، وهكذا دواليك. إذا سوف نرى كيف نستطيع القيام ببرمجة هذه المكونات في البايثون. فالخطوة الأولى دعنا نقوم بإنشاء مربع جديد هكذا. فإذا قلنا لدينا هذا المثال، هذه الصورة هنا، لدينا هذا الكابشن. إذا أردنا القيام بتفصيله إلى sequence من input مع output يعبر عن كلمة فريدة، فهنا سوف نقول split. فقمنا أولا بتوصيله إلى كلمات، هذا قبل القيام بتحويله إلى تمثيل رقم، فهنا سوف نقول sequence تساوي هذه القيمة. من ثم من أجل كل كلمة موجودة في هذا sequence قم مثلا بتعيين sequence خاص بالinput، input sequence يساوي. إذا أردنا القيام بضم أكثر من كلمة فسوف أقوم بالاعتماد على indexing، لأنها الآن إذا قمنا باتباعه أن يقوم بتعليق هذه، فهنا إذا قلنا print لهذه الword سوف نراها بهذا الشكل، ولكن هنا سوف أقوم بالاعتماد على indexing فنقول range لللينك الخاص بهذا السيكونس مبدئيا، وهنا نقول index فنسبة هكذا إلى هذا السيكونس من البداية حتى هذا الindex، وهذا يعبر به عن input. أما بالنسبة للoutput والذي يعبر به عن كلمة فسوف تساوي فعليا هذه السيكونس عند هذا الاندكس. أنا أقوم هنا بالتصحيح بهذا الشكل، تمام. فإذا أردنا القيام بالطباعه أقول هنا print لهذه الانبوت مع هذه الاوتبوت نراها بهذا الشكل. نرى في كل مرة نقوم بإضافة كلمة أي تم استنتاجها كخرج ومحاولة استنتاج الكلمة التالية نسبة لهذا السياق، تمام. إذا لدينا هنا الدخل المعبر به عن sequence وحصلنا بالتالي على الخارج، وهذه فعليا تعبر عن هذه المكونات كsequence وهذا الخارج. فسوف أقوم باعتمادها وأيضا سوف أقوم بإضافة الفيتشرز لها. فهنا الخطوة الأولى أن أقوم مثلا بتحويل هذه إلى قيم عددية وذلك من التوكنايزر هكذا، فسوف أقوم بجلبها كما هي بهذا الشكل لنرى، فنرى كيف قمنا بتحويلها إلى قيم عددية، ولكن كما نعلم يجب أن تكون بنفس الطول وذلك نسبة إلى ما قمنا بتعيينه في الماكس كابشن. لذلك سوف أقوم هنا باستخدام باد سيكونسز الموجودة في الكيرس من أجل القيام بالمعالجة. نقول هنا مثلا from TensorFlow Keras preprocessing sequence import pad sequences بهذا الشكل، وهنا سوف نقول مثلا بتحويل هذا الانبوت هكذا استخدام هذا التابع ضمن هذه الأقواس input sequence، ونقول هنا max length يساوي هذه maximum caption، تمام. لنرى فنرى هنا كيف قمنا بتحويلها بهذا الشكل، وأستطيع القيام بالإضافة في المقدمة وذلك من خلال تعيين الميثود هنا نقول padding يساوي post، فنرى هنا كيف تمت الإضافة في البداية بهذا الشكل، تمام؟ جيد جدا. إذا بهذه الطريقة قمنا بتوحيد الدخل. أما بالنسبة للأوتبوت ففعليا سوف أقوم بتحويلها إلى كلاسات كاتيجوريكال وذلك بالاستفادة من اللينك الخاص بالفوكابلري من هذا التوكنايزر الذي قمنا بحسابه في الدرس الماضي. فإذا قمنا هنا بالاستعلام أنا أقوم بتعليق هذه مؤقتا، فنرى هنا الحجم الخاص بها، حجمها لا بأس به كبير، فهنا كل كلمة تمثل فيكتور 1/2 عند هذا الاندكس المعبر عن كلمة معينة سوف يكون واحد والبقية أصفار كما تعلمنا في كثير من الدورات السابقة. لذلك الآن سوف أقوم أولا بجلب مكتبة لنقول هنا from TensorFlow Keras Utils Import into Categorical بهذا الشكل، تمام. الآن سوف نقول هنا بالنسبة للأوتبوت قم مثلا بجعلها بعد القيام بجلبها مساوية لتو كاتيجوريكال على هذه القيمة نفسها، بعد القيام هنا
بتعين number of classes يساوي هذه الفوكابلري. تمام، لنرى، نراها بهذا الشكل، جيد جدا. وهنا أستطيع القيام بالتحرير، فمثلا سوف نقول قم بجلب القيمة الأولية، فنرى هنا كيف تصبح ليس غير نستد، أي فقط ليس واحد بهذا الشكل، جيد جدا. إذا بهذا الشكل قمنا هنا بضبط هذه العمليات، وإذا قلنا هنا قم بطباعة اللينك الخاص بها، فسوف نرى كيف أنها موحدة. تمام، بالنسبة للإنبوت 35 أطول كابشن، وبالنسبة للأوتبوت 7297 نسبة لعدد الكلمات، ممتاز. إذا بعدها سوف نقول هنا قم بكتابة تابع، أنا أقوم بالعودة، وأيضا سوف أقوم بتضمين هذه الإنبوت بمتحولات، فنقول مثلا input 1 خاص بالفيتشرز، البداية يساوي القيمة الفارغة، وأيضا لدينا input 2 خاص بالسيكونس، وأيضا لدينا output وحيد والذي يمثل الكلمة بهذا الشكل. فدعوني أقول هنا قم بكتابة تابع مثلا build sequence، نقوم هنا بإدخال هذه البرامترات مثلا tokenizer وهذه الأطوال والفيتشرز التي تنتمي لهذه الصور التي نقوم بمعالجة الكابشنز الخاصة بها، فنقول feature وأيضا هذه الكابشنز. ففعليا بدأ القيام هنا بمعالجة حالة فريدة للسيكونس، سوف أقوم بمعالجة جميع الحالات. وهنا سوف نقول مثلا البداية نسبة لهذه الكابشنز، أنا أقوم بإنشاء حلقة for the caption، قم هنا بجلب هذه السيكونس من هذا المكان، وهنا قم بإنشاء هذه السيكونس نسبة لهذا الكابشن. لا أقوم هنا باستخدام الإندكس لأنه سوف أقوم فعليا بالعبور على جميعها باستخدام هذه الحلقة، لذلك نقول فقط ك بهذا الشكل. وهنا سوف نقول مثلا عند الانتهاء أو مثلا استخدام الانبوت بالنسبة للاثنان نقول append هكذا، وهنا output append بهذا الشكل، وأيضا لدينا input one append لهذه الفيتشرز بهذا الشكل. من ثم سوف نقول هنا return بعد الانتهاء، وذلك بعد القيام بتحويل إلى array لهذه المتحولات. بهذا الشكل لنرى. تمام، الآن إذا أردنا القيام باستخدامها، فدعونا على سبيل المثال أقوم بكتابة تابع هنا، لنقول مثلا data generator لمولد الكلمات، وهنا نقوم بإدخال هذه الداتا مع الفيتشرز الكلية التي سوف أقوم بالاعتماد عليها، وأيضا الصور المعنية من هذه التوكن توكنز. تمام، بهذا الشكل. فهنا سوف نقول قم بالدخول في حلقة نهائية لأن التوليد سوف يستمر، وهنا من أجل كل صورة مش وأيضا captions من هذه train tokens دعني أقوم بتسميتها data للاختصار، وهنا نقول data items هكذا كما تعودنا، ورأينا كيف أن الitems تقوم بالتحليل وفصل هذه data إلى tuples صورة E مع value تعبر عن caption. فهنا سوف نقول في حال مثلا كانت هذه الإيمج موجودة في هذه الفيتشرز، فهنا قم بتوليد الفيتشر لهذا التابع build sequence، فنقول مثلا f يساوي من هذه الفيتشرز عند هذه الإيمج بعد القيام بالتحليل وفك هذه الليست. ومن ثم سوف أقوم باستدعاء هذا التابع هكذا، وذلك لهذا التوكنايزر وهذا الماسك كابشن والفوكابلري ريبوستري مع هذه الفيتشر والكابشنز بهذا الشكل. تمام، وهنا نحصل على الخرج والذي هو input خاص بالإيمج، وأيضا input خاص بالسيكونس، وأخيرا output خاص بالكلمة word بهذا الشكل. تمام، ومن ثم سوف نقوم هنا بالرد، فنقول مثلا قم هنا باستخدام U لهذه القيم، بعد القيام هنا بضبطها فنقول لدينا الانبوت هكذا، أما بالنسبة للأوتبوت بهذا الشكل، فسوف نقوم بتوليد داتا بهذه الطريقة. تمام.
لنرى إذا قمنا باستخدامها نجد أنها تعمل دون مشاكل هكذا. وهنا بالنسبة لهذه الداتا كما قلنا هي train tokens، وهنا سوف أقوم بالحصول على الخرج input image وأيضا input sequence وأخيرا output word، يعني أقوم بجعلها بشكل مطابق لما قلنا بتفصيله وكتابته بهذا الشكل. وهنا سوف أقوم بالاستعلام عن هذا الجنريتر بجلب عينات معينة فنقول next، وهو تابع موجود في البايثون. لنرى هناك بعض الإشكاليات، دعني أتأكد. طبعا هذا السينتاكس غير صحيح، دعني أتأكد بهذا الشكل. لنرى فنرى هناك كيف قام بجلب هذه المعلومات. إذا أردنا القيام بالاطلاع فقلنا هنا chain، فنرى هناك كيف قام بجلب 45 عينة مع 2048 فيتشرز، وذلك لأنه هنا إذا قلنا بجلب هذه الفيتشرز هكذا وقلنا هنا عند صورة محددة أين تكون، وهنا إذا قلنا شبه المعبر عنها فسوف نرى كيف أنه 2048 بهذا الشكل، فهذه تعبر عن فيتشر وهي الإيمج. تمام. بالنسبة للسيكونس إذا قلنا هنا قم بجلب السيكونس لنرى فنراه 45 بالإضافة ل 35، و 35 فعليا هو الماكسيموم الخاص بهذا الكابشن وهي تعبر عن سيكونس، إذن هي صحيحة. تمام. وبالنسبة للمتحول الأخير الأوتبوت وهي كلمة مفردة، فكما نرى 45 عينة مع 7297 وهي الفيكتور الخاص بحجم هذه الفوكابلري بهذا الشكل. تمام. وإذا أردنا مثلا القيام بجلب عينة واحدة، يعني نقوم بجلبها هكذا، وهنا سوف نقول شيل هكذا عن هذه شيل بهذا الشكل، نراها بهذه الطريقة. ولكن إذا أردنا القيام بجلب عينة واحدة فهنا سوف أقول break بعد القيام بالإضافة مثلا هكذا لنرى نراها 5 نسبة لهذه الكابشنز، لذلك سوف أقول هنا قم بجلب لنرى فنرى كيف قام بجلب عينة واحدة، ولكن فعليا ينبغي عليه القيام بجلب كامل البيانات، وذلك من أجل القيام بالتدريب على كامل هذه الداتا. وسوف نرى كيف نستطيع القيام ببناء موجول لاستيعاب هذه الداتا وللتدريب على أساسها، وذلك سوف يكون في الدرس القادم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.